لحظ النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وآل بيته وذريته والإخوان من الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العالمين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شيخ القدر الجيلاني وجميع الأولياء النساء خصوصا شيخ الرسول الإسلام كل سيوم السلام ورشاد الجزاء وإلى جميع مقرئ القرآن وزادنا وسلم غير مقرئ الله وسلم مقرئ الله حشمة الله من المشيخ الشيخ والرسول والحب الشيخ والبلاني وإلى جميع أمد القراء ورواتهم بسلطان الله مقرئ المشهور على معصر أبدان الله ويأبدا خصوصا شيخ المدينة ثم إلى رؤية جميع أهل القبول المسلمين ومثل المشرك الذين من قريبين بريا بريا خصوصا أبدانا وأمادنا وأبنائنا وجدنا 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَعَلَوْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
alladzina yadunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zulamtum anfusakum biittikhadikum al-ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru 'ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fakhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhulamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idh qulna idkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum raghadan wa idkhulu al-baba sujjadan wa qulu hitatun nawfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin. Fabaddala alladhina dhulamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina dhulamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوانٌ بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شاة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قصص قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أما الله بغافل أما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fal'anatullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaru bi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu bawyan an yunzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُؤَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ Man kana du wallillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha du wallil kafirin walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun aw kullama ahadu ahdan nabadu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'hum ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَلَا مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahum muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikumullahu wa as-sami'ul 'alim. Subhanallahi wa man ahsanu minallahi subhanahu wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Am taquluna inna Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu billah wa man adlu mimman qatama syahadatan 'indahu min Allah wa man dhaw bi ghafilin amma ta'malun tilka ummatun qad khalas laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sayaqulu as-sufahaa'u minan naasi maa wallahum an qiblatihimul lati kaanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yashaa'u ila siratim mustaqim wa kadzalika ja'alnaakum ummatan wasatan litakunu syuhadaa'a 'alan naasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasuula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanas lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la-raufur rahim qad nara taqalluba wajhika fis-samaa' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa aythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim famallahu bighafilin 'amma ya'malun. Walain ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma lak walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa man dhaw bi ghafilin amma ta'malun wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjah illa alladhina dhulamu minhum fala takhshawhum wahshawni wa liyutimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasul alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u wa lakin la tash'urun walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat abashshiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim shalawatun mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun innas safa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi
innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adabu wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samawati wal ardi la wal musakhkhari bainas samai wal ardi la wa tasrifir riyahi was Sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin wa tasrifir riyahi washabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha shadidul adzab idh tabarra al ladzina tubi'u min al ladzina tabau wa ra'u al adzaba wa taqattas bihimul asbab wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijin minan nar ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin fa in zalaltum min innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun kamathal ladzina kafaru kamathal ladzi yanayku bima la yasma'u illa du'aa wa nita'a summum bukmun umyum fahum la yaqilun ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama alaykumul maytata wad-damma walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اهْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
Al-wasiyyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubtiluna innallaha samii'un 'aliim faman khafa min musin janfan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim innal ladzina yaktum Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquunahu fidyatun tu'amu miskin aman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'anu hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Yuridun dahu bikumul yasra wa la yuridu bikumul usra wa yudkhilul 'inda tabaytu kabbirullah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa illa lakum lailatul shiyamir rafatu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum falana bashiruhunna wabtagu ma katabanallahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukkami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya waqitu linnasi wal hajj Walaisal birru bi an ta'til buyuta min duriha walakinnal birra man ittaqa waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatiluna waqatilu fi sabilillahi wa'lamu waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haythu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
Tsumma fidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasakakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Aminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sariul hisab. Wadkuru Allah fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibu wa qawlu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'alattul hisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhal ladhina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'ahu fa innallaha shadidul iqab. Zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yashharuna minal wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bawyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum mastasumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika hatas a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi wa la yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih.
law syaa'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim wa la tanqihul musyrikati hatta yu'min walamatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabaskum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu walamatum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ فَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ wala taj'alun dhaha urdal aymanikum an tabarru wa taqum wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim la yu'akhidukum dhaw bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim lil ladina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa yufa'u fa innan dhaw ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innan dhaw samiun alim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhaminna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf lirijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayya khawfa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bih tilka hududallah fala ta'taduha man yata'adda hududallah fa ulaika mudzalimun fa in dallaquha wala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah fa in dallaquha fala junaha alayhima an yataraja yukima hududullah wa tilka hududullah yubayyinu liqaumin ya'lamun wa idza talaqtumun nisaa fa balughna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dirarar litatadu wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah wa la tattahidu ayatillahi huzwa wa dhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min al-kitabi wal hikmati ya'idukum bih wa attaqullaha wa alamu annallaha bikulli shay'in alim wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'tuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dhalika yu'adu bi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa adhar wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radu'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudurru walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal waridi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu ta'maluna basir walladhina yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir wala junaha 'alaykum fi ma 'arradtum bi min khidbatin nisaa'i aw aknantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم في
La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqdiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa antafu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum inna Allah bima ta'maluna basir hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال لا شيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا والذين آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله عليم والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء قال دفع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
Wasi'a kursiyyus samawati wal ardu wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa lam yusamalaha. Wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alam tara ilal ladina hajja Ibrahim fi rabbihi an atahumullahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuyta alladhi kafar wallahu la yahdil qawmadh dhalimin aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa matahu Allahu mi'ata qala kam labith qala bit yawman aw ba'du yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila ladhi kayfa nunshizu thumma naqshu lahma falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa'ud arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'hunna ya'tinaka sa'ya wa 'alam anna Allaha 'azizun hakim mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yusbi'un مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ alladheena yunfiquna amwaalahum fi sabiilillahi thumma la yusbi'una ma anfaqu mannaw wa la adallahum ajrum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun qawlum ma'ruf wa mawfuladun khairun min sadaqatin yasbahuha ada wallahu ghaniyyun halim ya ayyuhal ladzina amanu kunu ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamathaluhu kamathali shaffanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu shalda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin kamathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fatasqulaha du'fayn fa in lam yusibha wabilun fadal wallahu bima ta'maluna basir ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha an-naru lahu fiha min kulli thamarat فَأَصَابَ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاخْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun lil fuqara illadheena ukhsiru fi sabilillahi la yas
tati'una darbahum fil ard yasabumul jahil awniya minattafu fidharifum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim kutiba alaikum alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi fandaa falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man aada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim innal ladhina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun wa in kana du usratin fanadratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa taqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladhi yalil haqq wal yattaqilla rabbahu wa la yabkhas minhu shay'a fa in kana alladhi alayhil haqq zafiyan aw dha'ifan aw la yastati'u ay billahi wa falyumlil waliyyu bil 'adl wastashhidu shahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an nadilla ihdahuma fa dhakkira ihdahuma al-ukhra wa la yahba ash-shuhada'u idha ma du'u wa la tas'amu an taktubus saghiran aw kabiran ila ajalih dhalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lishahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wa la yudarru katibu wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukum Allah wallahu bikulli shay'in 'alim wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa inna min ba'dikum ba'dan falyu'ti alladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah wa la taktumu ash-shahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna 'alim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من
قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله لا يخلف الميعاد إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين حدث أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيس كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين
wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukum Allahu nafsah wa ilallahil masir qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allahu ala kulli syai'in qadir yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukum Allahu nafsahu وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِنْ بَعْدِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما تحول عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla huwa minas salihin qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadhalika illahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافقك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوها لك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تكفرون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين واتقوا طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما وكل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الأرض ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قل فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ويأكب الأسباط وكانوا هودا أو ناصر ويأكب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
illalladzina tabu min ba'dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dhalun innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika kuffarun fa yuqbala min ahadihim milul ardi wa al-wiftadabi ulaika lam adabun alimun wa ma lahum min nasirin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim kullu ta'ami kana illal libani israila illa ma harrama israil ala nafsi min qabla an tunzila at-taurah qul fa'tu bit-taurati fasluha in kuntum sadiqin faman iftara 'alallahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humud dhalimun qul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin Inna awalan nas Ibrahim alladhi Inna awal baitin wudiyalin nas alladhi bakkatan barakahu wa udallil alamin Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim Faman dakhalahu kana amina Walillahi ala nasi fil baiti man istatwa ilaihi sabila Faman karfa inna Allah ghaniyun anil alamin Qul ya ahlil kitab lima tasudduna sabilillahi Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna sabilillahi man amana tabghunaha wa jaw antum syuhada. Fa man dhalla ghafirin amma ta'malun. Qul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatun la yafikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim ya ahlal kitab Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'ala baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum 'ala safa hufratin min an-nari fa'angudakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa taqum minkum ummatan yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu 'alimun bil muttaqin wa taqum minkum ummatan yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun wa la taqulu lil ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'a bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa amma alladhina iswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhum fi rahmatillahi hum fiha khalidun tilka ayatun dainasluha alayka bil haqq fa man la yuridu dhulman lil alamin lillahi ma fis samawati wa fil ard wa allahu wa ilallahil masir Walillahi ma fis samawati wa fil ardi wa ilallahi turja'ul umur kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun la yadurrukum illa adha wa ayyuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsharun Duribas alaihim udillat aynama tukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bigodabin Bikudubim minallahi wa duribas alaihim al-maskanah Dari kabi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yakutuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq Dari kabi ma'asuh wa kanu ya'tadun Kanu layat laisu sawa'a min al-kitabi ummatun qaimata yasluna ayatillahi ana al-layli wa yasjudun Yu'minuna billahi wal yawmil ahdi wa ya'muruna bil ma'rufi wa inhauna anil munkari wa yasari'una fil khairat Ulaika minas shalihin wa ma yaf'alu min khairin fa yughfaru wallahu 'alimun bil muttaqin innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Masalu ma yunfikuna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kama thalirihim fiha sirrun asabat harsaqa min dhulamu anfusahum fa ahlakat
amma zulamahum dawalakin anfusahum yadhlimun ya ayyuhalladzina amanu kulu min la tattahidu ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu bitunatan min dunikum la ya'lunakum khabala wattu ma anittum qalbatil baghdo min afwahim amma tuhfis durum akbar qalbayyanna lakumul ayat in kuntum taqilun antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaikum al anam minan al ghayr kul mutu bi ghayrikum innan dalimum bi dhatis sudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa yusibkum sayyiatu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a innan dalima ya'maruna muhiyat wa in qadaw tamin ahlika tubuhul mu'minina maqaidal qital wallahu sami'un alim idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma walallahi falyatawakkalul mu'minun wa laqad nasarakum allahu badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun id taqulul mu'minina la yakfiakum ayyumittakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzilin bala in tasbiru wa taqu wa yatukum min khurim hada yumdikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu allahu illa bushra lakum wa litatma'inna bihi qulubukum wa an-nasru illa min indillah il azizil hakim yaqta atrafam min alladhina kafaru aw yakfitum fayanqalibu khaibin laisa lakum min al-amri shay'un aw yatubu alaykum aw yu'adzibukum fa innam zalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adafan mudu'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillah wattaqun nar allati uhiddatil kafirin wa ati'unna war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhiyas samawati wal ardhi uhiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayd wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wa ni'ma ajrul 'amilin qad khalas min qablikum sunan fasiru fil adi fa'duru kayfa kana akthar al mukadzibin hadha bayanun lin nas wa dawu mau'idan lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu antum a'lamu in kuntum mu'minin iyyam saskum qarhum faqad massal qawma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nadawluha bainan nas wa ya'lamu allahu alladhina amanu wa yata'ida minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin waliyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikumullahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin walaqad kuntum tamannal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wa ma muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi ar-rusul afa in ma taqut lan qalbtum ala aqabikum wa may yanqalib ala ghayri ar-rumda shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjala wa man yurid sawabat dunya nuti minha wa man yurid sawabal akhirati nuti minha wa sayajzillahu sakirin wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhafu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna lal qawmil kafirin fahazamuhum bidil fatahum nasabat dunya wa nasabil akhirah wa nayibul muhsinin ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlakum wa huwa khairun nasirin sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana annaru
Wallahu khabirum bima ta'malun thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan wa sayyaksha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad hammastum anfusuhum yadunnuna billahi ghayral haqqi dunnal jahiliyyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qtilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qasru ila madaj jihim walibadali Allah ma fi sudurikum waliyumahis ma fi kurubikum wallahu alimum bidatis sudur innal ladina tawallau minkum yawmal taqal ju'an innama sadallahu syaitanun ba'di ma kasabu walakul yafondahu anhum innallahu ghafurun halim ya ayyuhal ladina amanu Ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina kafaru wa qalu li ihwanihim yadrubu fil ardi aw kanu guzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu laj'alallahu dhalika hatan fi qulubihim mannaw yaymitun daima ta'maluna basir wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum maghfiratun min Allahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un wala immatum aqdatum la'aymatum aqdatum ma'lan itu syarwan fa ima rahmatin minallahi lindalahum law kuntum faddan qulitul qalbi lam faddu min hawlik fa'fanu mastaghfir lahum mashawirhum fil amr wa idza azam tawakkal 'ala Allah innallahi yuhibbul mutawakkilin iyyansurkum Allah fala ghaliba lakum ayyahdurkum faman dalladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa ma kana nabiyyin an yaqul wa may yaqul yatima qul yawmal qiyamah tuma tawaffa kullu nafsin ma kasabat sum la yudlamun afa man ittaba ridwanan dai kamam ba bi zahatin min allahi wa ma wa jannam bi sal masir kun darajatun indam dawan wa basirum bima ya'malun laqad mannan dawu al mu'minina ibada fihim Lakukan manam tawar umiyah ibadah fiim rasulam binum ya seluarahim ayat jika yang lemu kita berhikmat awalnya sekihim inna kan antal lakukan manam tawar umiyah ibadah fiim rasulam min anfusihim ya seluarahim ayat jika yang lemu kita berhikmat awalnya sekihim wahyu alimul kita berhikmat awalnya alimu kumah wa ingka numing kau lafidul alim mubin Awalamma sawabakum musibatun fa asabtum mithlaiha qultum anna hadha kullu min indi anfusikum innallaha ala kulli shay'in qadir wa ma asabakum yawma taqul jama'an wa bi'nillahi wa li al mu'minin wa li alama alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu ta'ala lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin akramu minhum lil iman yakuna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim mandu ala ma yaktumun alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadru anfusikum mauta in kuntum shadiqin wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun farihiina bima aataahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruuna bil ladziina lam yalhaqoo bihim min khalfihim allaa khawfun 'alaihim wa laa hum yahzanoon yastabshiruuna bi ni'matin min Allahi fadlihi wa annallaha laa yudhii'u ajra al-mu'miniin alladziina istajaabu lillahi wa ar-rasuuli min ba'di maa asaabahumul qahru asana minhum mattaqu ajrun adhim alladhina qalaun nas innan nasra jama'u lakum fashaw mazadum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlan lam yamsassum su'u wa tabaridwanallahu wa ma'udul fadl adhim innama dhalikum syaitan yawmi fa'uliya ahfaratafu ma'afurin kundum mu'minin warayahzum kalladhina yusaruna fil kufar innam laidullahu syai'a yuraitun daw allayaj alam haddum fil akhirah walam adabun adhim
innalladzina astarawul kufra bil iman la yadurrunnahu syai'a wa lam adzabun alim wa la yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyastahidu itma wa lam adzabun muhin ma kana allahu liyadhurral mu'mina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib ama kana allahu liyadhlakum walakinallahu yadhibu min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wattaqu fa lakum ajrun 'adzim wa la yahsabanna alladzina kafaru rahima antum min fadli wa khairul lahum bil basharul lahum satawakkuna bil yawmil qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh ma ta'maluna khabir laqad sami'na qawlal ladina qalu inna allaha faqirun hawniya satu ma qalu wa qaflahum al anbiya bi ghairi haqq wa naqulu tuqu adabal hariq dhalika imma qad sayyidikum an qalaysa illa min lil abid ada bi alif ra'ana alladziina qalu innallaha ilaina allah min rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar qul ja'a muslimun min qabli bil bayyinati alladzii kuntum qadimakum in kuntum shadiqin fa in kadzabu aw qadzdziba rasulun min qabli ja'u bil bayyinati wa zabbi wal kitabil munir kullu nafsin dha'iqatul maut Aina hatafuna jurakum yawmal qiyamah faman zuhzihanin nari wadhuhinal jannata faqul faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul qurur atulawunna fi amwalikum ma'afsakum rasulunna minal ladina utul kitab minkablikum aminal ladina ashraku wa adhan kathira wa intasbiru wa attaku fa inna dhalika min azmil umur wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun nabi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin wa in akhadallahu mitsaqan ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa latatumunah Panabadu waraduri masrobi tamrang kolila fabi sama yashtaruan lata saben ladine frohuna bima atau wayahibuna yoh madu bima lam yafalu lata saben lahum yafazatim minal adab walahum adabun alim walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walillahi mulku samawati wal ard wa ilallahil mas wallahu ala kulli syai'in qadir Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar innaka man tudkhilun nar qad ahzaitahum malid dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munati yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amalan minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd Fankihuhunna falladzina hajaru wa akhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la kafiranna anhum sayyiati wa ladkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar tawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma mahwahum jahannam bisal mihad Lakin alladziina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'una lillahi la yashra bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajrun inda rabbihim innallaha sari'ul hisab ya ayyuhalladziina amanu isbiru wa sabiru wa rabbu wattaqullaha la'allakum tuflihun Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa atul yataama amwaalahum la tatabaddalul khabiitha bit thayyib wa la ta'kulu amwaalahum ila amwaalikum. Innahu kana khuban kabira wa nahistum Allah tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla taqdimu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu
wa atun nisa sadaqatin anil lahu lakum an syai min nafsam faqulu ani am mari'a wa la tusufha am wa lakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuqukum fiha waqsum maqulan qawlan ma'rufa wal yakhshal ladhin wa tatarul yata ma hatta idza balagun nikah fa in anas rustam fadfa'u ilayhim amwalahum la ta'kuluha israfa wa bidarun an yakbalu man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fashidu alayhim wa kafa billahi hasiba lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasibam mafruda wa idza hadara qismatan qurba wa yatama wal masakin warzuqhum min wa qulan qawlan ma'rufa Fa'inkana lahu ikhwatun fa'ikum bisudus min ba'di wasiyyati yusri biha awdayyin abakum wabnakum la tadruna ayyum akrab lakum naf'a faridhan minallah innakan aliman hakimah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladu fa'inkana lahunna waladu falakum rub mimma tarakna min ba'di wasiyyatin tusuna biya min ba'di wasiyyati yusina biya awdin walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum waladu fa'inkana lakum waladu falakum nasfu mimma tarakna min ba'di wasiyyatin tusuna biya awdin wa in kana rajulun yuratu kanalatan aw imra'atu wa lahu ahun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa syuraka bi sudin bi wasiyyati yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim tilka hududullah may yata'adda hududullah tilka hududullah may yata'adda hududullah Mayyudillah wa rasulahu itilu jannatin nasyimin tahtil anhar wa khalidina fiha wa dhalikal fawzul adhim wa man ya'usillah wa rasulahu wa ya'ud wa man ya'usillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhillu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhyin wallati ya'tina al-fahishan min nisaikum fastashidu alayhin arba'atan minkum fa'in shahidu famsikun fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu jalallahu lahunna sabila walladzi yahyani minkum fa'aduhuma wa in daba wasla fa'ridu anhuma innallaha kana tawwab innallaha kana tawwabar rahima innamat tawbatu 'alallahi alladziina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysat tawbatu lilladziina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadaratul maut qala inni tubtul ana wal ladziina ya'muduna wa hum kuffar ulaika qad nalam adzaban 'alima ya ayyuhalladziina amanu ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'dhuluhunna bima ataytumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira wa in aradtum istibdala zawjin ma kana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an atakhudhunahu buhtana wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum bil abadi wa akhadna minkum mitsaqan qalida wa la tankihu ma nakaha abaukum min nisaa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ahli wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum wa akhwatukum minar radhaati wa ummahatun nisaikum wa rabbaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati tahawtum bihin fa in lam takunu tahawtum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allati min aslabikum an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima
wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إنما التوبة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي أن تبكم أن تصبروا لكم الله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يوفقكم ولكل إنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا تقولوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا وليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين قدس أيمانكم فاتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظة للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين والجار وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يعرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا لهم بلسان وأطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع ورائنا لهم بلسان ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع واغفرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لنعمل بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها
فنردها على أدبارها أولا أنهم كما أن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى به جهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين لهم الله ما في قلوبهم وأعرض عنهم وإذا ما قل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا واستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم مخرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم ويخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن يفتن بين أصحابكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فانظر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من التقوى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة فإن ثم سنتين يقول هذه من عند الله وإن ثم يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله
wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka lin-nasi rasula wa billahi syahida may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ibatun minhum ghayru alladhi taqul wa Allah yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila afala yadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indika illahi lawajidu fihi ikhtilafan katira fa idza ja'a amru min al-amri bil khawfi ada'u bi walau ruddu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la lima ulil yastanbituna minhum wa la fadun alaikum rahmatu la tabatum syaitana illa qalila faqatil fi sabilillah atkalaf illa nafsaka bahridil mu'minin asallahu ayyakfa ba'sa alladziina kafaru wa ma washattu ba'sa wa shattu tankila may yashfa shafa'atan dan ia kullu nasibum minha wa may yashfa shafa'atan sayati yakullu kislum minha wa kana Allahu la kulli shay'in muqita wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi asmin aw rudduha innama kana la kulli shay'in hasiba Allahu la ilaha illa huwa ismanakum la yawmil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَاتَّقُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونَ سَوَاءً فَرَأَيْتُمْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ wala tataidu minhum maliyyaw wala nasira ila alladhina yasluna ila qawmikum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat turaykadru aw yakadru qawmum walau syaa Allah sallallahu alaikum wa laqadalukum faitadalukum falam yakadrukum alaikum assalamu ma jara Allah lakum alaihim sabila satajiduna akharina yuriduna yamanukum wa yamanukum hum kullama ruddu ila alfasadi urkisu fiha fa illam yatazilukum wa yulqu alaikum assalam wa yakuffu aydiyahum fahdu maqtulum haythu taqiftumuhum wa alaikum jalna lakum alaihim sultanan mubina wa man kana mu'minan ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru rakabati mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu fa in kana min qawmin adubil lakum wa mu'minun fa tahriru rakabati mu'mina wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fa diyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru rakabati mu'mina fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu wa la'anahu wa atalahu adaban alima وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضْلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَمْ تَكُن لَّكُمْ قُوَّةٌ وَلَا سِيَادَةٌ فَتَجْرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْجَنَّةُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يفعلوا ما كان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يخرجه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما إن الذين وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفظتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فأتهم طائفة منهم ما قبل ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ما قبل ليأخذوا حذرهم أسلحتهم وَاتَّقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَخُونُوا نَسْلَتَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَيَمِيرُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأتينوا في ابتغاء القوم إنكم ترون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون كرم ظليما حكيما إنا أنزلنا إليكم بين الناس بما رزق الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لغيب من كان هو ناسما يستغفرون من الناس ولا يستغفرون من الله وما هم يبيتون ما لا يرضون من القول وكان الله ما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ما يجادلون عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم مكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يربي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل عليك ورحمته لما طائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم يدلونك من شيء وزلم ذلك كتب الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشرك رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال تيدن من عبادك نصيبا مفروضا ولو دلنهم ولو منينهم ولا أمرنهم فلا يغيرن فلا يبتكن آدنا الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم في وعد الله حقا ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ما يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفروا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر وكان الله غنيا حميدا ولله وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يسلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْرِجَتِ الْأَنْفُسُ الشُّهَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقوا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Iya syaiyud hidkum ayuhan nasu ayati bi akhirin wa kana Allah wala dalika qatira. Man kana yurid thawabat dunya fa inda Allah thawabat dunya wal akhirah wa kana Allah samian basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada bil ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada lillahi wa wala Allahumma al-walidaini wal aqrabin. Iya kun ghaniyan aw faqiran fadhlu awla bima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talmu aw turidu fa innaka kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan mubina faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ayyub taquna inda mul izza fa innal izza lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairih wa imma innakum idzam mithlum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. In alladziina yatarabbasuuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu wa lam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu wa lam nasamit alaykum wa lam nakum minal mu'minin fa allahu yahkum bainahum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina sabila. Walayaj'alallahu lilkafirina al-mu'mina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa la yakunu Allaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Amma yudhillahu falan tahdi lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu latatayidul kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu la tatayidul kafirin awliya min dunil mu'minin aturiduna najalallahu alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Innal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa rasulina billahi fa ulaika mal mu'minin wa sawfa yutillahu al mu'mina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Sadaqallahul 'adzim. Ya, orang kesepak banget. Kita
Thank you.